مرحبا اخواتي، مرحبا يوتيوب. رجعتني مرة ثانية في فيديو جديد. هذه المرة وهذه المنتجات هالمرة خاصة للبنات، خاصة للأطفال. هاليوتيوب بس عشان ما أطول عليكم. أول شيء اسم الماركة هي أنت جاكي. هذه ماركة أمريكية 100%. إنزين، المميز في هالماركة، المميز جدا بعد في هالماركة صراحة من جميع الماركات، هو من ضمن الماركات الفعلا ممتازة، وما تعرفين إلا ما يجيب إلا الأشياء الممتازة والأشياء الأصلية واللي فعلا تسوي فعالية. إذا بغيتي منتجات خالية من الباربن، خالية من السلفات، خالية من المواد البترولية، وخالية من الأملاح، فهذه المجموعة جدا 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 ممتازة. تعطيك هو كل هذا، تعطيك إياه حتى لو مسويها بروتين، مسويها كيراتين للشعر، شعر البنت. فهذه المجموعة هي مجموعة جدا ممتازة، من شامبو، من كونديشنر، من كريم بعد ايش اسمه، تستعمليها وانت اصلا مطمنين الشعر ما راح يرجع. هم بعد غير الكيراتين والبروتين تستعمليها هذه كاستعمال يومي، يعني ان شاء الله في شعور الصراحة، في وايد شعر خشن او وايد شعر يعني فما ينفك بسرعة. في وايد امهات يعانون من هذه المشكلة. وفي بعد شعر أملس، شعر ناعم، هم بعد يتشربك وما تحسين المشط يروح فيه بشكل سلس. هذه المجموعات صراحة من المجموعات اللي فعلا ترتاحي وانت تستخدميها لبناتك أول شيء، وتستعمل هالمجموعة. حتى أنجاكي تقول لك أنجاكي ريسيبي دائم كله في البراند مالها أو المارك مالها تقول لك ريسيبي، يعني وصفه كامله متكامله كنوع متكامل. اوكي بستخدم الشامبو والكونديشنر، لكن اذا بغيتي شو اسمه قوه في الشعر، اذا بغيتي الشعر تشوفيه يطول وتشوفيه يكبر وتشوفيه يطلع ويتكثف، فلازم تستخدمي مجموعه كامله، مثل خط كامل، مثل ما انا اقول دائما تاخذي شيء لازم تستعملي خط كامل منه يقوي الشعر شوف الشعر انها شو اسمها يقوي، ومع مرور الايام والاسابيع والشهور الشعر راح تشوفيه طولان طويل. انزين، في هني شامبو باللون الاصفر، شامبو طبعا اسمها لانها للاطفال فريحته جدا حلوه. انزين، هذا الشامبو تغسلي بالشامبو وبعدين تسوي هذا الشامبو. اول شيء تسويه من تغسلي تسوي الكونديشنر، الكونديشنر هي هذه الازرق، شوفي هالكونديشنر نفس الشيء. بعد الشامبو تسوي هم بعد ريحته حلوه وطيبه ومناسبه لليهال عشان ما شو اسمه ما ينفروا منه. بعد ما تسوي الكونديشنر اتي للفاك اللي يفك التشابك واللي يفك مرات الشعر يتعقد او يتعقد الشعر يكون ينربط وكي، فهذا يفك شو اسمه التعبانه من شعر بنتي انه شو اسمه ما ينفك بسرعه ما يسوي بسرعه. فهذه الكريم تسوي منه شويه وتحطي شعرها وتشوفي الشعر بنفسه شو اسمه ذي ينفك. بعد هالكريم هذه تشوفي انا اقول لك العنايه متكامله مكثفه كلها للشعر. بعد هالكريم تحطي الكريم الثاني، الكريم مال التسريح، يعني الكريم النهائي يسموه ستايل النهائي، يعني نهايه الشعر من تحطي شو اسمه تسرحي لها اياه تحطي هالكريم. هالكريم باللون الوردي هم يشيل شو اسمه يشيل النفشة ويحط الشعر ويقوي الشعر ويحطه شعر ناعم وش اسمه وسوفت. كل هالأنواع هذه اللي تبحث عن شو اسمه زيت النارجيل وزبدة الشيا وزيت الزيتون البكر،
اكسترا فيرجن اكسترا فيرجن اويل. انزين هذا فيه يعني شو اسمه تستخدمي هال هالعنايه هالمجموعه مجموعه العنايه، فما راح تحتاجي مجموعه ثانيه صراحه، لانك تدخلي فيه تدخلي فيه شو اسمه اشياء ثانيه. فالحد ما تخلص كل المجموعه هذه وتشوفي الشعر انه شو اسمه الشعر اصبح قوي واصبح سهل التسريح، ف بامكانك انك تستعملي مره ثانيه، خلاص تكون مجموعه دائمه تعتمدي انت عليها. هم هاي المجموعات بيبقى شهرين ثلاثة شهور بيبقى على حسب الاستخدام. ومثل ما قلنا بس الشعر ينغسل مره في الاسبوع، فانت عدي انك ما راح تحطي ميزانيه كل شهر تاخذي شامبو وتاخذي كريم وتاخذي هاي المجموعه هذه تسدك مثلا ثلاثة شهور حتى واكثر. بس استخدموا نوع ثاني. وبعدين شو اسمه الشامبوهات على طول تسوي رغوه، هذا من الانواع صراحه الجيده يعني على طول سمي تسوي رغوه. ولينك تخافي من شعر البنت انه يطيح، من شعر البنت انه يقف او انه يسوي لي شيء، لا ممتازه ان جاكي من البراندات او من الماركات الممتازه جدا. اذا مشيتي او بحثي انت عن اشياء طبيعيه 100% فانت جاكي اللي هي للاطفال